إسكان آدم عليه السلام الجنة. قال تعالى: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. هذا فيه تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء بأن الله سبحانه وتعالى أسكنهما الجنة. نعم. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. الله المستعان. فيه أن الخروج من الجنة فيه شقاء، يعني حياة الإنسان في هذه الأرض فيه شقاء بدليل الآية. نعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. نعم. هذا من المنن التي منها الله سبحانه وتعالى على من كان في الجنة. نعم. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى يعني لا يصيبه يعني شيء من الحرارة، ويقال عندنا الآن وقت الضحى عند اشتداد الحر. نعم.